انت فعلا هتعمل كده وتسافر يا عرفه؟ طب ما انت عارفه يا ليلى ان انا مستني الفرصه دي من زمان. انت كل مره كنت بتقول كده وفي الاخر ما كانش في حاجه بتحصل. وهي جت اهي لحد عندنا. انا ما صدقت. اقعد هنا اعمل ايه؟ اديكي شايفه الظروف عامله ازاي؟ هستنى ايه تاني؟ عشان انا ولا انا مش مهمه عندك؟ تصدقي ان انا اول مره اعرف ان انا غالي عندك قوي كده؟ خدي خلاص ما بقاش ليها لازمه دلوقتي. بالعكس ده هو ده وقتها عشان نرجع لبعض تاني. يعني خلاص ده قرارك؟ يا ابني اسمع كلامها وبلاش تسافر. البنت بتحبك، لو سافرت هترجع مش هتلاقيها أبدا. كوتشو الجبروت بتاعك ده ازاي قدرت تقنعي سياده القبطان يعمل حفله دي وكمان عزمه سي حسن بتاعك؟ طب وفيها ايه؟ كل الموضوع كنت عايزه اعرف بابا على حسن اكتر عشان يحبه زي ما بحبه. انت بتحلمي يا بنتي، الناس ليفلز يا ماما. بس عشان حسن جه ارمي السيجاره دي. ايه ده؟ تعالي هنا. بحريه بنتي بحريه. سكر وحشيني يا سكر. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهدي البيوت مش بيت اللوح اللي احنا قاعدين فيه. مين الحلوه دي؟ مي. اهلا اهلا. البوفيه منين؟ ليتس جو. تعالي معايا. ده عيب. ازيك يا بحريه؟ ازيك يا حسن؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ايش يا كده؟ ايش يا حسن؟ فكرت ليه يا حسن؟ الفيسبا عملتها معانا وعطلت بينا. فيسبا؟ طب تعالى عشان بابا مستنيك جوه. يلا. وعيد ميلادك ده؟ لا بابا عامل حفله بسيطه كاش وبابي السلامه. وكنت قلت لنا بدل ما احنا جايين بايدينا فاضيه. تعالى تعالى. بابا اهلا بك يا فندم. ازيك يا فندم؟ على فكره انا عامل الحفله دي مخصوص علشان اشكرك على اللي عملته مع بحريه بنتي. والله يا فندم ماليش لزوم، احنا ما عملناش اي حاجه يعني. على فكره يا بابا حسن صوته حلو قوي. بجد؟ نعم. ايوه يا حسن غني. اغني ايه بس؟ غني اغنيه كنت بغنيها في الفرح. قال انا مسطول ولا بطوح. لا 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 واطيه وكدابه. ايه الكلام الغريب ده؟ كلام حقير يا فندم. انت حضرتك بس دمها لطيف شويه. جو حر، ممكن حضرتك اقف في الجيران بشويه؟ حاضر يا ابني. شكرا يا فندم. الله انت عبيطه. ايه انا على مسطول ده؟ انت فاكره نفسك في الحاره؟ الحق علينا، انا عايز اشوفك. انا عملت كل ده عشان وحشني. خلاص بقى فكها انسى. الله اكبر. بيتكم بسم الله ما شاء الله عليه حلو قوي. قول لي بقى يا سيدي عايز تسافر ليه؟ السفر ده حلم قديم حلمت بيه انا واصحابي. قلنا نطلع يمكن ربنا يكرمنا ونعمل بيوت زي البيوت الحلوه دي. اكيد ابوك مقطع دينا سفر. عارف يا حسن انا عايزك تفضل جنبي على طول. حسن انا بقى ما تقوليش اي حاجه، انا مش ناقص صدقيني. ليه بتقول كده؟ انت بالنسبه لي حلم كبير، حلم كبير قوي. انا مش قده ومش عايز اصدق وهم صدفه حصلت. وهم ايه يا حسن؟ انا واقفه قدامك اهو. تحب دلوقتي حن ادخل لابويا واقول له ان انا اخترتك انت؟ انت عارفه لو قلت لابوك الكلام ده هرمينا انا وانت بره، والحفله هتبوظ، والفستان الجميل اللي انت جايبه ده مش هتفرحي بيه. جربي كده؟ جربي. اشوف وشك على خير يا حبيبي. احتمال ما نشوفش بعض تاني. حسن